وللمزيد مشاهدينا من المتابعة عن المتحور الجديد أوميكرون ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد صالح شرع، اختصاصي جراحة الأورام بالأردن. دكتور محمد، أرحب بك على شاشة التلفزيون المصري. لعل السؤال الأبرز، إذا ما قررنا المتحور الجديد أوميكرون بما سبقه من متحورات من فيروس كورونا، كيف يمكننا أن نقيمه بالرصد والتحليل من خلال سرعة الانتشار وتأثير الفيروس؟ أولا مساء الخير لك والمشاهدين، وأشكركم على الاستضافة. كما نلاحظ على أرض الواقع أن أوميكرون ربما يتميز بخصائص لا يتميز بها غيره من المتحورات، حيث نشاهد سرعة الانتشار العالية. ربما كنا نشاهد المتحورات السابقة أن هناك بقع جغرافية تشتعل فيها وبقع أخرى تكون في قمة والبقع الأخرى تكون في قاع، لكن بأوميكرون نشاهد أن كل عواصم العالم حاليا تعاني من قمم وازدياد اضطرابي دائما ومضاعفات الخوارزميات أكثر فأكثر الإصابات. هو واضح جدا أنه أسرع من غيره في الانتشار، لكن النقطة الإيجابية في أوميكرون رغم وجوده لكن أنه ربما يتمتع بإمراضية أقل وشدة أعراض أقل ومن ناحية نسبة وتناسب من ناحية العدد مقارنة مع غيره من المتحورات، أنه عدد الذين دخلوا المستشفيات أو الذين يحتاجوا لعناية حثيثة وبالتالي تجعلهم وفيات هم أقل مع فيروس أو متحور أوميكرون من متحور دلتا على الأقل مثلا. نعم، عظيم جدا. دكتور محمد، يعني كما سمعنا وتابعنا في التقرير، هناك دول مثل فرنسا، مثل انجلترا، اعلنت انها سوف تقوم بتخفيف القيود في طريقها الى يعني الغاء اصلا القيود والغاء الاجراءات التي لها علاقه بالاحترازيه ضد المتحور الجديد اوميكرون، في مقابل دول اخرى مستمره في عمليه فرض تحفظات اكثر واجراءات احترازيه اكثر. ما بين يعني هؤلاء وهؤلاء، كيف ترى تعاطي الدول، الحكومات في الدول والشعوب مع اوميكرون؟ نعم، هذا ربما يحتاج شيء من التفصيل، لأن فرض القيود أو إزالة القيود هذا شأن داخلي لكل دولة، وهذا يعكس في الداخل. هي إذا كانت تقدمت في إعطاء المطعوم لشريحة واسعة من المجتمع فإن تأثير أوميكرون سوف يكون قليل جدا وخفيف جدا رغم الإصابة. نعم. حتى لو أصاب الشخص وهو ماخذ مطعوم بأوميكرون سوف تكون إصابات عرضية خفيفة لا. نعم. تحتاج إلى عناية بالمستشفى، وبالتالي لا مانع من تخفيف القيود، بينما هناك دول لم تقطع شوطا في مجال إعطاء اللقاحات، فبالتالي هي بحاجة لما زالت لفرض القيود، لأن أوميكرون ما زال خطر حتى مع أنه قليل الإمراضية أو أخف بشدة إمراضية من غيره. هذا واحد. اثنين، قدرة المستشفيات وقدرة الصحية للبلد هي التي تعكس فرض القيود أو عدمها، لأن هناك مؤسسات صحية ممكن أن تستوعب أعداد كبيرة من المصابين. ربما هناك الموازنة بين الاقتصاد وبين حرية الناس وبين مقابل التعامل مع أي ظرف صحي موجود في الشارع بأعداد كبيرة، بينما هناك دول بطبيعة الحال هي لا تملك مؤسسات صحية قوية، وبالتالي أو أن تعاني مثلا من ازدحام المؤسسات الصحية، وبالتالي تلجأ إلى تخفيف العبء على المؤسسات الصحية بفرض الحظر. هناك موازنة دائما، وأتوقع أن هناك لكل دولة هناك شؤونها الخاصة فيها. نعم، عظيم. دكتور محمد، وكالة الأدوية الأوروبية أعلنت في أحدث تقرير لها أن الجرعة المعززة من لقاح فيروس كورونا أصبحت الآن ضرورية. لماذا؟ لتعزيز فعالية اللقاحات. في رأيك إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الجرعة المعززة في الحد من الإصابة بالمتحور الجديد؟ ربما أصبح جليا للجميع أن اللقاح يعطي حماية، كل جرعة من اللقاح تعطي حماية بمدى أعلى 6 شهور بشكل كامل، وربما تصل إلى 10 شهور بأثر جزئي. وأنا مع هذا على خبرة الشخصية على أرض الواقع أن أغلب المصابين الملقحين الذين أصيبوا بفيروس كورونا مرة أخرى هم قد تعدت جرعتهم الأخيرة أكثر من 6 شهور، فربما أن المداعم بعد 6 شهور من الجرعة الثانية أصبح ضرورة في الوقت الراهن. دكتور محمد شرع من الأردن، المتخصص في الأورام من الأردن، كنت معنا عبر الهاتف. أشكرك، شكرا جزيلا.